أنا منار بشارات، مديرة مخيم الأمعري. عملت مع وكالة الغوث منذ 5 سنوات في منصب مديرة مخيم. درست لغة إنجليزية وترجمة في جامعة بيرزيت وحصلت على شهادة البكالوريوس في 2002، وكملت دراستي بالماجستير دراسات دولية وحصلت على شهادة الماجستير من جامعة بيرزيت في 2005. كما حصلت على منحة دراسية للولايات المتحدة في 2012 لدراسة في دورة تدريبية لتعلم اللغة الإنجليزية والقيادة. منذ عملي الوظيفي عملت كمدرسة في مدرسة النجاح لمدة 10 سنوات. بالآونة الأخيرة في مدرسة النجاح عملت بالإضافة إلى إني مدرسة مشرفة نظام. كما عملت كمدربة للغة الإنجليزية في عدة من المخيمات بالشراكة مع الأمد إيست في مخيم الفارعة ومخيم جنين، وبعد ذلك انتقلت لوكالة الغوث الدولية. صديقنا العزيز، في بالنسبة لقضايا الترميم بدهم يرمموا 6 وحدات وإعادة بناء 3 وحدات في الأمعري، مما يعني 9 بس 3 إعادة بناء و6 ترميم. مكتب خدمات الوكالة هو يعد حلقة الوصل اللي بتربط أهلنا اللاجئين بجميع برامج وكالة الغوث الدولية اللي بتقدم في داخل المخيم، من تعليم من دائرة التعليم من دائرة وصحة، الإغاثة والخدمات الاجتماعية، البنية التحتية وتطوير المخيمات، مكتب برامج القروض والتمويل الصغير، أيضا دائرة صحة البيئة. أهلا وسهلا، المهم سلامتك. أكيد كان هناك بعض التحديات، لأنه تولي امرأة بهيك منصب مش بالساهل على ثقافتنا وعلى أهلنا يتقبلوها بسهولة. كانت في البداية صعبة إنه امرأة ستكون مديرة مخيم، ولكن سرعان ما زالت مع أثناء العمل وتم انخراطي في داخل المؤسسات والعمل والتعرف على المؤسسات المحلية وبرامجنا في داخل الوكالة. أجمل تحدي كان إلي في منذ تولي للمنصب اللي هو كان في نهاية 2018 وبداية 2019، اللي هو التنقل في المخيمات. أنا توليت منصب مديرة مخيم في دير عمار وتعودت على شغلي في مخيم دير عمار، فانتقلت لمخيم الجلزون لفترة جدا قصيرة جدا لمدة 40 يوم، وانتقلت بعد ذلك لمخيم كلانديا لمدة 3 أشهر. كان التحدي التعرف على مؤسسات جديدة، على لجان جديدة، على أشخاص جداد، على صعوبات وعقبات جديدة، كأنك بتبدأ من جديد في مكان جديد. هاي عبارة عن زيارة روتينية بقوم فيها بين فترة لفترة منذ تولي منصب مديرة مخيم الأمعري. هاي تعد بين زيارة رقم 13 أو 14. إحنا بعملنا بنقوم بعملية الوصل والتشبيك من خلال نقل المعلومات وكتابة التقرير لمدير المنطقة للإطلاع على آخر المستجدات والمعلومات اللي بتواجه المدارس، مدارس الوكالة في داخل المخيمات. هذه خلية بنت تحفظها وتركيها تاع 4 ل 6 أجل بتأمين تاع أكيني، بس أنا بدي إياها بلغة مبسطة للأطفال. بدي أسد شخص، هي شخص أرملة واحدة حضانة. بدنا نسوي غرفة جنبها لأنه هذيك الأخرى صف للأولاد، ممر صغير رح تزغروها. بدنا نسوي ممر كانت في البداية صعبة إنه امرأة ستكون مديرة مخيم،
ولكن سرعان ما زالت مع أثناء العمل وتم انخراطي في داخل المؤسسات والعمل وتعرف على المؤسسات المحلية وبرامجنا في داخل الوكالة تم تقبل. كنت تلعب دور أقوى بالنوش بس يكون دور انتظار المكتب ما يجوك ويطلع معاك بالضبط يكونني معهم مرافقين في الشارع. الوكالة بتدعم جدا المرضى وبتحاول إنها دايماً ترفع بأدائها الوظيفي. فمنذ تولي للمنصب تم تعريفي على جميع المؤسسات المحلية بمرافقة مدير المنطقة والاجتماع معهم والحديث عن خلفيتي الأكاديمية وعلى أهمية كيف تسهيل عملي ومساعدتي وشرح أكثر على وجودي. إحنا دائماً بنعطي الأولوية للنساء وتمكينهم ودعمهم ليس فقط بالخدمات، يعني ليس فقط إنه يعني هم كمتلقي كلاجئات صحة وتعليم، لا إحنا برضو بالتوظيف عندنا أولوية إنه إحنا النساء إنها تحتل مناصب قيادية في المؤسسة. المجموعة اللي كانت تفطر بالدوام محل المجموعة اللي يعني بالضبط إنه يصير كمان يصير في حوار بينك وبينه أكثر من قرار. السبب الأساسي اللي اخترنا يعني بناء عليه منار إنها يعني تشغل منصب مدير المخيم هو الكفاءة. وإحنا يعني بشغلنا بالوكالة إحنا بنحاول دائما نغير الصورة النمطية عن توظيف النساء، بالعكس إحنا اشتغلنا بالسنوات اللي يعني اللي فاتت ولا زلنا نعمل على إنه النساء تأخذ مناصب قيادية في المؤسسة. منار هي عندها قدرات ممتازة، هي أقرب إلى الناس، هي عندها قدرات تواصل عالية، هي قادرة على أنها تحل كثير من المشاكل. خلاص جمعة مجهولة عندكم حفلة يا رب خير. شكرا كثير. تعاملنا مع المديرة طبعا كثير سهل، نقدر نوصل لها بأي وقت، نحكي معها بأريحية، مشاكلنا كلها تسمعها تأخذ فيها وما في حواجز بيننا وبينها. هاي أنصار يوم الاثنين بتيجي اللي هي الباحثة الجمعية اللي ماسكة منطقة الأمعري. فيش حدا إلا بس تمره بالشارع بشوفها وبسلم عليها وبحكي لها عن مشاكل وهي بتستوعب الناس وبتروح فيش مشكلة بتروح لها إلا بتحلها. قريبة جدا على الناس في التعامل في الكلام، مثقفة هادئة متعلمة. بنشوفها متواجدة بالشارع باستمرار، يعني عملت علاقات اجتماعية في المخيم مش طبيعية ومتعاملة مع كل المشاكل ومع كل الأمور اللي شو بتهم المخيم، شو مصلحة المخيم والمواطن في المخيم متعاملة معها. نحن أولا في مخيم الأمعري سعداء جدا بهذه التجربة، ويوجد تنسيق وتعاون كبير بيننا وبين مديرة المخيم، خاصة أنها بمجرد أن تم تعيينها يعني قد أجرت مجموعة من الاتصالات مع المؤسسات والفعاليات داخل المخيم بهدف التعاون والاتفاق على آلية مشتركة للتنسيق والعمل لما فيه خدمة للمخيم. أنا أعتقد أن الأخت منار الحماس والإصرار على يعني تسجيل الإنجازات والنجاح هو قد يدفعها وبكل تأكيد إلى أن يعني تسجل يعني لحظات يعني رائعة في التخفيف من معاناة اللاجئين داخل المخيم. بعد تولي هذا المنصب وتشجيع وكالة الغوث الدولية للعديد من النساء بالتقديم للعديد من الوظائف اللي كانت تقتصر فقط على الرجال، كان هذا حافز للعديد من السيدات لتقديم لوظائف مديرة مخيم. فحاليا يوجد 3 مديرات مخيم في الضفة الغربية، زميلتي دلال سلامة مديرة مخيم نور شمس، وزميلتي فداء عوضات حصلت على الوظيفة في بداية عام 2019 في مخيم عقبة جبر. وصدقا إنه الإدارة داعمة جدا للسيدات في إدارة المخيم، بتم الإطمئنان علينا بفترات باستمرار وبتم مساعدتنا بأثناء العمل، وإن شاء الله يكون هذا حافز للعديد من السيدات بالارتقاء بالعمل. كما أن وكالة الغوث بتدعم السيدات، عندنا حالياً مديرة منطقة في منطقة الشمال، وعندنا مديرة العمليات سيدة، ونوابها التنتين سيدات. لما بنحكي على تحقيق إنجازات بنحكي على عمل مشترك لجميع الدوائر، لا يقتصر فقط على مكتب خدمات الوكالة وإنما بالشراكة مع كل الدوائر، من خلال عمل يوم ترفيهي للأطفال في الهلال الأحمر،
وتقديم الوجبات والمشروبات والهدايا لهم، ووجود المشرفين الصحة بالتعاون مع الصحة النفسية لعمل العديد من الأنشطة التفريغية للأطفال في هذا اليوم، وتتبع بعض الحالات فيما بعد للأطفال اللي كانوا بحاجة لمساعدة أكثر، مش بس مجرد يوم واحد. وأيضا كان العمل من خلال دائرة الصحة، من خلال العيادة، مع السيدات الحوامل والمرضعات والرضع الأطفال الصغار، ومع الحالات اللي تطلبت التدخل من خلال دائرة الصحة. كما تم تخصيص يوم للمسنين في زيارتهم في البيت من خلال الدوائر المختلفة اللي ذكرتها، اللي هي دائرة الشؤون الاجتماعية والصحة ومكتب الخدمات والإدارة ومكتب الإعلام. أجمل تحدي كان إلي في منذ تولي للمنصب، اللي هو كان في نهاية 2018 وبداية 2019، اللي هو التنقل في المخيمات. أنا توليت منصب مديرة مخيم في دير عمار، وتعودت على شغلي في مخيم دير عمار، فانتقلت لمخيم الجلزون لفترة جدا قصيرة جدا، لمدة 40 يوم، وانتقلت بعد ذلك لمخيم كالنديا لمدة 3 أشهر. كان التحدي التعرف على مؤسسات جديدة، على لجان جديدة، على أشخاص جداد، على صعوبات وعقبات جديدة، كأنك بتبدأ من جديد في مكان جديد، وهذه كانت أجمل تحدي بيواجهني. بالنسبة للعائلة كان جدا مشجع عند تولي لهذا المنصب، وبالعكس كانوا داعمين جدا إلي. أرى نفسي في أداء وظيفتي في خدمة اللاجئين على أكمل وجه، وإن شاء الله إنه نستمر ونكون عند حسن ظن اللاجئين في أداء خدمتنا لهم.